أهلا بكم في النشرة الرياضية. واصل سباحو المنتخب الوطني حصادهم للميداليات الملونة في البطولة الخليجية للسباحة بنسختها 25 والتي تقام منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة. تمكن أفراد المنتخب من إضافة ميدالية فضية واحدة وثلاث برونزيات، ليرفعوا رصيد البحرين في البطولة إلى 12 ميدالية ملونة، منها ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وخمس ميداليات برونزية. وإلى كرة القدم، أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته مساء اليوم، وذلك استعدادا لخوض مباراة الغد أمام كوريا الشمالية على استاد البحرين الوطني في المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أمم آسيا. إذ أقام الأحمر تدريبه الأخير بقيادة المدرب الأرجنتيني سيرجيو باتيستا على ملعب المباراة.